إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وآمنوا به سبحانه وبرسوله محمدٍ صلى الله عليه وسلم، تربحوا وتفلحوا في الدنيا والآخرة. ألا وإن لكل شيء حقيقة، وحقيقة الإيمان الشرعي هو الاعتقاد الجازم والتصديق التام بالغيب الذي أخبر الله تعالى به في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام المبعوثون من عنده، بحيث يصدق هذا الإيمان القول والعمل، ولا يتطرق إليه شك ولا ريب. فيؤمن المؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال سبحانه: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي رواية: وبلقائه وبالقدر خيره وشره، وفي رواية: وبالجنة والنار. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. عباد الله، إن أول أصول الإيمان بالله تعالى وغيبه الإيمان بما أخبر الله جل وعلا به من شأنه سبحانه، من أسمائه وصفاته وأفعاله وأنواع كمالاته وتنزهه جل وعلا عن النقائص والعيوب ومماثلة مخلوقاته في شيء من شأنه أو مشاركة شيء أحد من خلقه له سبحانه في شيء من خصائصه أو حقه. فيؤمن العبد بأن الله تعالى متفرد في كل شأنه، فلا سمي له سبحانه في أسمائه، ولا مثل له في صفاته وفعله، ولا شريك له في ملكه وتدبيره، ولا ند له في إلهيته وعبادته، ولا كفء له جل وعلا في شيء من خصائصه. أيها المسلمون، ومن أصول الإيمان بالله تعالى وغيبه الإيمان بما أخبر الله تعالى به من أمر ملائكته عليهم السلام، من حيث مادة خلقهم وكيفية خلقهم، من حيث مادة خلقهم
خلقهم، والحكمة من خلقتهم، والمهمات المنوطة بهم التي خلقوا لها من عبادته سبحانه وتدبير ملكه وخلقه بأمره على أحسن الوجوه وأكمل الأحوال، وفي غاية من الذل والطاعة وكمال العبودية. قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الآية. وقال تعالى: بل عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال جل ذكره: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ونحو ذلك مما جاء من شأنهم وصفتهم، وأنهم جماعات أو مجموعات، ولكل مجموعة أو جماعة رئيس واختصاص، فالرئيس له أعوان والكل له اختصاص، فمنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون الذين حول العرش. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فتذكروا هذه الصلة الوثيقة بينكم وبين حملة العرش ومن حوله، وأنهم يدعون لكم لإيمانكم ويستغفرون الله تعالى لذنوبكم ويسألونه الفوز لكم في الدنيا والآخرة. معاشر المسلمين، ومن المختصين ومن الملائكة الكرام المقربين المختصون بالوحي، ورئيسهم جبرائيل عليه السلام، ومنهم خزان الجنة ورئيسهم رضوان، ومنهم خزان النار ورئيسهم مالك، ومنهم الموكلون بالأرواح ورئيسهم إسرافيل، ومنهم الموكلون بالأرزاق ورئيسهم ميكائيل، ومنهم المكلفون بالآجال، ومنهم حفظة الأعمال، ومنهم الحافظة على العباد، ومنهم الموكلون بالقبور، ومنهم الموكلون بأمم الخلائق غير الجن والإنس، ومنهم عمار السماوات والأرض، ومنهم خزانها، ومنهم الموكلون بالكواكب والبحار، ومنهم الموكلون بالكواكب والرياح والسحاب، ومنهم الموكلون بالجبال والبحار والنبات، ومنهم الموكلون بتدبير أمر الله تعالى في سائر الأكوان والخلق، كما قال سبحانه: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. وقال جل ذكره: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. فكل هذه الآيات وما جاء في معناها في سياق بيان مهمات الملائكة الكرام عليهم السلام وقيامهم بها على أكمل حال، وثناء الله عز وجل عليهم بهذه الأعمال الجليلة والتصرفات الصائبة، وأنهم يدبرون أمر الملك والخلق بأمره سبحانه فينفذون مشيئته في خلقه، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى.
معشر المسلمين، ومن أصول الإيمان بالله تعالى الإيمان برسل الله تعالى من الإنس عليهم الصلاة والسلام، الذين يتلقون الوحي من الله تعالى بلا واسطة أو منه بواسطة الملائكة المكلفين بالوحي، وما أخبر الله تعالى به من اصطفائه لهم وصناعته لهم على عينه، وأن الله تعالى قد ارتضاهم واجتباهم وجعلهم واسطة بينه سبحانه وبين المكلفين في تبليغ رسالاته والعمل بهداياته وإقامة حججه على عباده، وأنهم عليهم الصلاة والسلام قد بلغوا البلاغ المبين، بل قد بلغوا البلاغ التام وبينوا البيان الكامل وحققوا وطبقوا ما أرسلوا به أمام أممهم على أكمل الوجوه وأحسنها، وشهدوا في حياتهم على المحسن للمحسن بالإحسان وعلى المخطئ بالخطأ، وبينوا وجه الصواب فيه، وعلى المعرضين والمعارضين واستحقاقهم لعقوبة الله جل وعلا لقاء كفرهم به وإعراضهم عن هداه. فآمنوا برسل الله عليهم الصلاة والسلام، واعلموا أن الله تعالى قد ختمهم بخيرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فبعثه بأحسن ملة وأكمل شرعة وأجمل هدى، وأن الله تعالى بعثه برسالة عامة إلى جميع المكلفين منذ بعثه وإلى أن يأتي الله تعالى بأمره. آمنوا بالله تعالى وبملائكته وكتبه ورسله، وآمنوا بما شرعه سبحانه وتعالى لكم في كتبه وعلى ألسنة رسله. آمنوا بكل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه مما يتعلق بذاته سبحانه وأفعاله وتدبيره سبحانه وتعالى لخلقه وملكه الذي هو قدره في كونه وخلقه، وآمنوا بما أخبر به سبحانه وشرعه من شرعه الذي جعله تنظيما للمكلفين من عباده، فإن الله تعالى قد نظم الملك والكون بتنظيم كوني قدري، وهو القدر، كما نظم المكلفين بتنظيم ديني شرعي وهو الشرع، فالواجب الإيمان بالقدر والعمل بالشرع. وآمنوا عباد الله بما رتب جل وعلا على الإيمان بتلكم الأصول من جزائه سبحانه، من مثوبته لأهل طاعته، وما توعد به أهل معصيته في الدنيا والبرزخ والآخرة، وما ذكره جل وعلا من شأن هذا الملك عند قيام الساعة، وما يعتريه من الأهوال والتغير والاضطراب والتلاشي والاضمحلال، وما يكون من الملك في الآخرة، وما في ذلك من أمر أهوال القيامة وأمر الجنة والنار، وحكمة الله جل وعلا في ذلك كله، وما في ذلك من الغايات السامية والحكم المحمودة والمصالح العاجلة والآجلة. آمنوا بهذا كله واعملوا بمقتضاه واحذروا من مخالفته، وتوبوا إلى الله عز وجل مما اقترفتم من زلة في حقه سبحانه ومخالفة لشرعه أو إساءة إلى خلقه، استغفروا من ذلك كله وتوبوا إليه ناصحين صادقين قبل أن توافوا الحساب وتكونوا في محل العقاب أو الثواب. آمنوا بهذا واعملوا به وادعوا إليه واهدوا الناس إليه بأقوالكم وأفعالكم وأحوالكم، وبينوا للناس
حكمة الله عز وجل من ذلك، وفضله جل وعلا على عباده في ذلك، وما ينتظر الناس بعد ذلك، فإنكم مكلفون بتبليغ رسالة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وبيان دينه وهداه، والتمثل به والتحلي به، ودعوة الناس تعالى إليه، والاعتذار عما وقعتم فيه من مخالفته. هذه مسؤوليتكم، وإنكم عما قليل إلى ربكم منقلبون، وبأعمالكم مجزيون، وعلى طاعتكم وإحسانكم مثابون، وعلى تفريطكم وإساءتكم محلا للعقاب إلا أن يعفو الله جل وعلا. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا جميعا بما فيه من الهدى والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا الله تعالى حق التقوى، بأن يذكر سبحانه وتعالى فلا ينسى، وأن يشكر جل وعلا فلا يكفر، وأن يطاع سبحانه فلا يعصى. أيها المؤمنون، إن المؤمن حقا بأصول الإيمان لا يتبين له من خلالها أنه مخلوق ضعيف، ليس شيئا بالنسبة لأكوان الله تعالى وخلقه، وأنه ضعيف أمام مشيئة الله تعالى وإرادته، فلا أرض تنجيه، ولا سماء تضله، ولا شيء يستره، بل أمر الله تعالى فيه نافذ، وجنوده سبحانه الملائكة المعقبات محيطون به، ومرده مهما عاش إلى الله تعالى. ولذلك قال في الجن: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. قال سبحانه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أيها المسلمون، فإذا ذكر المرء هذا الحال، وأنه لا يساوي ذرة ولا هبات أقل من الذرة في هذا الملك العظيم، فهل يتجرأ عاقل أن يعصي الله عز وجل وهو يعلم قدرته وسعة علمه سبحانه وتعالى، وإحاطته بخلقه، ونفاذ مشيئته، وأن الكل الملك والخلق في قبضته جل وعلا؟ فكيف إذا ذكر العاقل أن نعم الله عز وجل عليه في بدنه وفي جوفه، في سمعه وبصره، وفي سائر حواسه، وأنه لا يحصي لذلك شكرا مهما اجتهد، ولكن يكمل ذلك بالاستغفار؟ فكيف إذا تفكر العبد بأن مرده إلى الله عز وجل ووقوفه بين يديه، وأن الله سائله، فلن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ثوبه فيما أبلاه، وعن ماله فيما اكتسبه وأين أنفقه وفيما أنفقه، وعن عمله. فاتقوا الله أيها المسلمون، وتذكروا هذا السؤال، وأعدوا للسؤال جوابا، وليكن الجواب صوابا، وتذكروا أنكم وإن غفلتم فليس بمغفول عنكم، وتذكروا أن المرد إلى الله: ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت
فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. لا شك أن العبد إذا تذكر أصول الإيمان العظيمة وتفكر في آثارها في الأنفس والآفاق علم قدره، وعلم عظم ربه، وعلم سوء أدبه مع الله تعالى في معصيته حتى ولو جهلا، لأنها لا تليق المعصية بالله جل وعلا. فكيف إذا تعمد ذلك؟ فكيف وقد كان وقد أصبح بالمعصية إن لم يتب تحت طائرة الوعيد؟ فمن الذي ينجيه؟ من الذي ينجيه؟ من الذي يشفع له؟ من الذي يحاج عنه يوم القيامة؟ فاتقوا الله أيها المؤمنون، وتذكروا الله جل وعلا في سائر مقاماتكم وفي جميع أحوالكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولما سئل عن أفضل الإيمان قال: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. استحضروا أصول الإيمان في جميع أحوالكم، في مضطجعكم وعند يقظتكم وعند طعامكم وشرابكم وعند مباشرتكم لأعمالكم وبعدها، وفي فراغكم وخلوتكم وفي اجتماعكم وفي رضاكم وفي غضبكم وفي شغالكم وفي فراغكم، في جميع أحوالكم اذكروا هذه الأصول العظيمة حتى تستحضروها وتستحضروا ما ينبغي عليكم تجاهها، وحتى تراقبوا الله عز وجل في سركم وعلانيتكم، فتكونوا لله تعالى على ما يحب، يكن لكم سبحانه وتعالى على ما تحبون. ومن كان على خلاف ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلك بنا سبيل أولي التقى، وجعلنا مباركين أينما كنا، وغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه، والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.